بنتقل إلى أستاذ خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال. هل في نقطة معينة يا فندم حضرتك حابب تعقب عليها، أو مقترح حضرتك حابب تضيفه لم يتم التطرق ليه؟ بشكركم على وجودي هنا، دولة رئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي. يعني لا أملك غير إن احنا نشيد بالسياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي. يعني لو في طلب بتهيألي يمكن يتناغم مع الأستاذ أيمن بيقوله، إن احنا ممكن نحفز الإقراض إلى الشركات الناشئة، لا سيما في المجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والطاقة البديلة والمتجددة. ده يمكن كطلب. الموضوع الثاني يمكن يكون خارج نطاق السياسة النقدية، وهو يعني العمل على خطة المعاشات التعاقدية أو الـ 401k plans. يمكن دي تساعد في تخفيض خدمة الدين، لأن دي هتساعد الاستثمار طويل الأجل. فدي ممكن تكون من الأفكار اللي يعني ممكن نبتدي ندرسها ما بين طبعا البنك المركزي و وزارة المالية. أشكركم. شكرا جزيلا أستاذ خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال.